الله أكبر ولله الحمد. هؤلاء الأبطال من ألوية العمالقة يقفون في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيط الاستراتيجية جنوبي الحديدة، إضافة إلى مناطق الجبلية والحيمة الساحلية ومنطقة المجيليس بذات المديرية. من مواقع الفازة نحن صابرون وثابتون في ظل هجمات الحوثي، وإن شاء الله بإذن الله العدو لم يتقدم شبر واحد، وبفضل هذه الرجال الأشاوس نحن ماضون، وإن شاء الله استكمال تحرير ما بقي من مدينة الحديدة وما بعد الحديدة إن شاء الله. منذ إعلان اتفاق الحديدة الهش نهاية العام 2018 بقيت هذه المناطق تلتهم عناصر ميليشيات الحوثي الرافضة لاتفاق التهدية والمتمردة على اتفاقيات اللجان الأممية، ليؤكد هؤلاء الأبطال بأنهم ماضون في حسم معركة الحديدة إذا ما استمر رفض الميليشيات للقرارات الدولية. نحن صامدون في المواقع في المتارس الأمامية، وكبدنا العدو خسائر فادحة ونحن أيدينا في كزينات. حرصت ألوية العمالقة وألوية التهامة على تحرير التحيتة باعتبارها موقعا استراتيجيا وخطوط إمداد إلى مديريات زبيد وبيت الفقيه والدريهمي، امتدادا إلى الضواحي الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث مطار الحديدة الدولي ومتنزه الدوار وساحة العروض وجامعة الحديدة. مدارس الفازة أننا سنتصدى سنتصدى للحوثيون الروافض، وسنقول لهم إن شاء الله بإذن الله وبفضل أخواننا الأبطال الصامدين في المتارس أنكم مدحورون. خسرت ميليشيات الحوثي المئات من المقاتلين لدى مغامراتها في مواجهة ألوية العمالقة والألوية التهامية والزرانيق، وكعادة ميليشيات الحوثي الإرهابية عند كل هزيمة تعمد إلى الثأر والانتقام من الحاضنة الشعبية للجيش، لترتكب العشرات من المجازر وتزرع آلاف الألغام، تسببت باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين بالجراح على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وتحت سقف الهدنة الأممية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.